تعرفتها بيامين؟ عند مرأة ما نعرفهاش. هي تبوس عينيها وما تلقاش راه الخير من والناس. يا اخي شنو مشكلتها؟ تحب تاخذ رجل اخر. يا اخي والناس وعدك بفلوسه؟ نعم بالفلوس اللي تخلف الدل. فما راجل ما يعرفش على بنت وين بيته وحرمها من ماخذة هيلة هكايا جرة الفلوس؟ برا لوجه على بنتك شوفها وين بيته استحفظ على شرفك وحل الفليساتك خير من اللي يبارك العزاي. بيا يلزمك تطلع حالي وين؟ كان على القليل عطيتني الفلوس نصلح الكرهب. راني تبعتهم وعرفت وين يمشي. اش قولك طلع لي بيا ساعة؟ بعد نعطيك تصلح الكرهب وترجع لي فلوسي. لا أنا ساعي تحب نمشي. دزني البركة ما تخافش باش ناخذ صيغة ديالها باش ناخذ كادو لشكون بفلوسي. شو؟ اوه مالها براسلي هذه مكتوب عليها اسمك زيادة. هذه لازم شريتها لك مريم. لا شريتها لبي كريست بابا عزيز. وقت شريتها لك؟ ما نعرفش. وجاب عليكم راجل اسمه كريم عنده تاكسي. ايه هذاك هو؟ اي زي برشا مرات ومرة شات امه واخته. وجاو يعملوا امه واخته؟ حب شيء باش ياكلوا القطو ويشربوا الجو. وانتي بابا كيفاش خذيت هالرخصة؟ انا خذيتها كانت تعطى للمناضلين وفاقدي السند وشوية اكتاف. اما توا ما يعطيوها كان لأهل المهنة. وانتي خذيتها على خاطر كنت مناضلة؟ بربي تنجم تقولي قداش عندك الحق تملك من رخصة؟ واحدة، اثنين، ثلاثة ولا أربعة؟ رفي في كل بلاصة ميسي. في المنامة. في المنامة حتى كي نبدأ فايق. ووحدك؟ أكثر يا وحدي. أما ساعات زيدة كي يبدأوا العبيد معانا. قعدت نحكي مع دارنا بعد اليوم يقلت فيك برشا كلام حلو. بابا قال حبي تعرف عليك. يا أخي قلنا نعملوا حاجة مش رسمية، تجيو بعدين تشربوا كيس تي ومنو بابا يشوفك. عسلامة سي ونيس. سامحوني ظلي جيت في وقت مش هو. قدمني البوكة عشرتي. سي ونيس كيري من عنده الرخصة بتاع التاكسي. مرحبا سي ونيس. أما كيما قاعد تشوف احنا في لمة عائلية. كان فما مشكلة نتاع خدمة نحلوها غدوة الصباح. كان ما ترشمانا سي ونيس. سامحني جيت باش نهز بنتي مريضة. وكاو. شكون بنتك؟ سي ونيس صحيح كريم من عنده الرخصة نتاع التاكسي. أما هو زاد أبو مريم. مالا سي ونيس كانك أبو مريم؟ مالا أبو بيا زاد؟ هكا ولا لا كريم؟ يا مدام. ملي توفى رجلها أحسبه عند الله شهيدا. مرضت بعصابها دخلت بعضها صارت لها صدمة. على ذلك حبيت نجي نعتذركم إذا بدرت منها حاجة هكا ولا هكا. وما زاد على ذلك هذا ما ندخلش فيه أنا. لعب ذري ما يساعدنيش. إيه توا تعرفها ولا ما تعرفهاش هذي بيا؟ فما حد جا معايا يخدم عندي خميس. ما حبيش ندخل ولا ما نستأذنكم. ممكن يدخل؟ يا صالح. إيش؟ السلام عليكم. تفضل. عسلامة بابا. يسلمك. هاي عايش بنتي قوم نروح. استنى بينك مشيش تنفسروا لهم كل شيء. داركم ياسر محلاه. كانوا نجموا يقبلوني اختي ما بنت خماس. اما كذابه من فوق ياسر عليها. استالوا حد ما خير الولد. خاطركم